السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم من الجزائر الذي يبث عبر قناتكم الوطنية يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت. في هذا العدد سنناقش الأوضاع والملف التونسي وأهم التطورات في تونس بعد الاحتجاجات المعارضة والمؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد، سنناقشها على مدار 52 دقيقة رفقة ضيوفي الأكارم هنا بالبلاطو. أرحب بضيفي الكريمين، أبدأ بالدكتور عبد الحق بن سعدي، مرحبا بك سيدي، شكرا على قبولك الدعوة. وأرحب كذلك بالدكتور عبد الحكيم بورارة، مرحبا بك سيدي، شكرا على الدعوة في برنامج من الجزائر. ويتواجد معي عبر خدمة سكايب من الجلفة الدكتور عبد الرحمن بن شريط، دكتور بجامعة زين عاشور بالجلفة، أستاذ الفلسفة السياسية، مرحبا بك دكتور. إذن قبل بداية النقاش والحديث حول أهم تطورات الوضع في تونس، هناك تقرير للزميلة أميرة بن جدة ونعود لكم بعد ذلك. أغلب فصوله معطلة، هكذا يرى معارضو الرئيس قيس سعيد دستور البلاد، واحدة من تدابيره الاستثنائية الجديدة التي يقولون إنها جعلته يستأثر بالسلطات كافة، وهو ما أدى لرفض الطبقة السياسية لتلك القرارات. ما حصل في تونس أثر القرارات التي اتخذها رئيس الدولة يتعد انقلابا على المسار الديمقراطي في البلاد. رباعي حزبي شكل تكتلا ضد القيادة التونسية أسموه الجبهة الديمقراطية من أجل إرساء الحق والقانون والحفاظ على مصالح الشعب. يرى هؤلاء أن ما يحدث في تونس إنما هو نتيجة لتراكمات، وإن تونس تشكل الاستثناء الوحيد الذي تجد فيه جميع السلطات بيد شخص واحد، وهي مفتوحة لكل الأحزاب الأخرى والشخصيات الوطنية والتنظيمات الشعبية التي تناهض هذه الإجراءات. ما حصل في تونس مما اعتبره كثيرون انقلابا على المسار السياسي إنما هو انقلاب على الوعي التراكمي، وأن ما يحدث الآن من تجميع السلطات بيد شخص واحد استبداد مكتمل الأركان، وهو نفس مذهب اتحاد الشغل. فضلا عن ذلك أن تجميع جميع السلطات بيد شخص واحد هي حالة استبداد مطلق، هذا هو الحكم المطلق الذي عانت منه البشرية. وإن أجمع السياسيون والمحللون على عدم شرعية قرارات الرئيس، إلا أن فقهاء القانون يرون فيما أقدم عليه موافقا للنصوص القانونية. إذن نعود لكم مجددا بعد هذا التقرير لزميلة أميرة بن جدة. دكتور عبد الحق بن سعدي، ربما كيف نقرأ الوضع اليوم في تونس مع كل هذه التطورات الحاصلة، احتجاجات ومسيرات مؤيدة ومعارضة للرئيس قيس سعيد، وكذلك غليان في الطبقة السياسية التونسية؟ طبعا ما يحدث في تونس الآن يثير القلق والارتباك بحكم أنه التجربة الفريدة في العالم العربي التي ربما كانت تراهن عليها الشعوب وكانت تأخذها وتنظر إليها باعتبارها تجربة نموذجية في تكريس الديمقراطية في العالم العربي، إذا بها تتحول إلى مشكلة عويصة خيبت آمال الكثير ممن كان يطمح إلى تكريس وتحقيق المسعى الديمقراطي وتوسيعه في مختلف الدول العربية. ما يحدث الآن هو يثير القلاقل والمخاوف على اعتبار أن الأزمة في تصاعد مستمر وهي تتعمق أكثر فأكثر، خاصة وأنه فيه إرادة لعدم التراجع عن ما قام به الرئيس سعيد، بحكم أنه في بداية الأزمة كان يبرر بأنه لديه شهر ليحقق المسعاه ويدافع عن المصلحة العليا لتونس وحمايته من المافيا والفساد الذي انتشر، وإذا به يتبين أنه فيه رغبة في تكريس الحكم الفردي، وهي المخاوف التي تحققت الآن بعدما كانت حذرت منها عدة أطراف سياسية ونقابية في تونس، ولكنها ربما البعض منها لم يرد أن يصعد في الموقف وراهن على الوقت ومنح الرئيس سعيد فرصة لتحقيق هذا المسعى، ولكنه بدأ أن هذا المسعى يتجاوز المبررات التي رفعها سعيد،
وهو يتجه لتكريس حكم فردي انتهت منه تونس وأعطت نموذج في كيفية تكريس الديمقراطية. ربما نفس التساؤل أستاذ حكيم بوغرارة مع القراءة في المشهد التونسي اليوم، بدأت الصراعات تتجدد بين مؤيدين ومعارضين لقرارات قيس سعيد أستاذ. هو حقيقة أعتقد بأن اندلاع المسيرات والتظاهرات في تونس سواء المؤيدة أو المعارضة لقرارات قيس سعيد في أسبوعها الثاني، هذا ربما فصل آخر من فصول يضاف للأزمة التونسية. ما يحدث في تونس حاليا هو أن الرئيس قيس سعيد عندما وصل إلى الرئاسة وصل دون امتداد حزبي أو امتداد شعبي ما عدا في حملاته الانتخابية وبروزه كشخصية جديدة. عندما وصل إلى سدة الحكم وجد برلمان حاول أن يغلق اللعب على الرئيس وتمادى كثيرا في منح الثقة للحكومات، وهو ما أجج من غضب قيس سعيد. في أول فرصة وجدها قيس سعيد في المادة 80 تخلص أو يحاول التخلص من البرلمان. والغريب أن الطبقة السياسية في تونس استسلمت لقيس سعيد بطريقة يعني سلسة جدا، يعني ما كان يعكس بأن هذا البرلمان هش، وإن كان يعكس بأن تونس انتقلت من حكم الفرد إلى حكم الجماعة الفاسدة. وبالتالي فقيس سعيد كان متيقن من أن الطبقة السياسية هي كانت ترعى مصالحها فقط وتسوق خطابا عبر وسائل الإعلام لإقناع الشعب التونسي. أعتقد بأن قيس سعيد في 25 يوليو وجد دعم ومساندة معنوية كبيرة في قراراته، لكن مع مرور الأيام والأسابيع وغياب أي بوادر انفراج في الأزمة التونسية أعتقد بأن كل ذلك السحر انقلب على الساحر قيس السعيد السياسي، لأن بعد مرور شهر حتى أعتقد بأن القرارات المتوقعة الإفراج عنها من قيس سعيد ستكون مخالفة للدستور، وبالتالي فحتى منطقيا لا أعتقد بأن هناك رجل يقبل أن يقود حكومة غير دستورية ولا تستند لقواعد دستورية، ولا يوجد حتى برلمان ليمنحها ثقة. وبالتالي من خلال دخول الشارع في كرقم في الأزمة التونسية أعتقد بأن حتى قرارات قيس سعيد أعتقد بأنها فشلت قبل الإصدار عنها مع دخول الشارع حيز الأزمة. جميل أستاذ حكيم بوغرارة. الأستاذ عبد الرحمن بن شريط، ربما نتساءل عن قرارات قيس سعيد، هناك من يعتبرها الأكثر جرأة بالنسبة للقرارات التي اتخذها الرجل في الفترة الأخيرة. بالفعل أعتقد بأن قيس سعيد حاول أن يطبق من جديد القاعدة المعروفة، وهي قاعدة أو نظرية الغاية تبرر الوسيلة. فيعني هذا التطبيق كان أسوأ تطبيق، لأن مبدأ الغاية التي تبرر الوسيلة يحتاج إلى أن يكون صاحب القرار يمتلك كل الأدوات التي تساعده على بلوغ هذه الغاية. وقيس سعيد رفع يعني شعارات وأهداف سرعان ما يعني لاقت استحسان في الشارع، وهذا ما شجعه للقدوم ولمواصلة برنامجه، ولكنه مع الأسف فشل في توفير كل الأدوات التي يمكنه من خلالها أن يحقق هذه الغاية، وهي بطبيعة الحال الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى إضافة الأزمة السياسية. فعندما فشل في هذا فهذا أدى إلى تراجع، كما أشار الدكتور من قبل، أدى إلى تراجع حظوظه في بلوغ هذه الغاية. إذا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة موجود في الفكر أو المنهجية التي تبناها قيس سعيد، ولكنه أساء استعمالها ولم يختار التوقيت المناسب لذلك. لأن لا يجب أن ننسى بأن تونس الآن بين مشكلتين كبيرتين، هي أولا المشكل الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية، والأزمة الصحية اللي هي وباء كورونا الذي بطبيعة الحال أخلط يعني أوراق أعتى الديمقراطيات وأقوى الشعوب، فما بالك بدولة يعني تلملم يعني ملفاتها السياسية والاقتصادية، وتأتي هذا التحول يعني المفاجئ ويعني الذي فاجأ الجميع في اتخاذ هذا القرار الجريء جدا، والذي بطبيعة الحال كانت له نتائج مباشرة
ولكن عكس ما كان يتمناه قيس سعيد فيما يخص مبدئه الذي أكرره وهو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. أعود لك أستاذ عبد الحق بن سعدي، شاهدنا تظاهرات نقول واحتجاجات في تونس العاصمة بين مؤيد ورافض لقرارات قيس سعيد. التونسيين اليوم منقسمون في القرارات التي اتخذها قيس سعيد، أين صوت المشهد أو التونسيين في كل ما يجري اليوم في تونس أستاذ؟ هو في الحقيقة ما يحدث الآن هو يعني عبارة عن صراع تصورات في كيفية بناء تونس، ولكن أعتقد أن المنهجية التي سار فيها الرئيس التونسي خاطئة، وبدل أن يطرح موضوعا عبر المؤسسات السياسية ووفق ما تقتضيه النصوص الدستورية، لجأ إلى طريق ربما يعمق من الأزمة القائمة ويزيد من المشاكل التي يعاني منها التونسيين، لأنه عدم استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتعقد أكثر مع هذه الأزمة. ومن ثم أتصور أن المشكلة الآن هي في كيفية معالجة الوضع عن طريق العودة إلى النصوص الدستورية والالتزام بها، لأن المؤسسة البرلمانية موجودة عن طريق الشعب والرئيس التونسي موجود عن طريق الشعب، ومن ذلك ربما الإشكاليات الموجودة في كيفية بناء النظام الحكم السياسي في تونس هي الخلفية التي بنيت عليه أو بني عليه هذا الصراع. ولذلك أرى أن المنهجية التي سار فيها الرئيس التونسي عمقت الأزمة أكثر، لأنه لا ينبغي أن يتم طرح القضايا بالشكل الذي سار فيه، لأنه في النهاية لا يحق له أن يتخذ إجراءات على اعتبار أنها خارجة عن النصوص الدستورية، حتى المادة 80 اللي اعتمد عليها تتناقض مع ما يقوله وما القرارات التي اتخذها. ولذلك هذا الخروج التونسيين واختلاف الرؤى، أعتقد أنه الكفة ستسير لصالح المعارضين على اعتبار أنه كان فيه الرهان على الوقت لرؤية المسار الذي ينتهي إليه سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد. ولذلك ربما الخروج التونسيين بعض التونسيين المعارضين إلى الشارع ربما لأنه الموقف تبلور بشكل نهائي بأنه القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي كانت خاطئة ولا تحقق المصلحة الوطنية للتونسيين. ولذلك ربما لاحظنا أنه في حتى يعني حركة النهضة التي كانت الضحية الأولى لم تريد أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الرئيس سعيد، وتراجعت عما كان يبدو أنه سوف تصطدم مع الرئيس، وفضلت أنها ربما تترك تبلور الوعي الشعبي مع مرور الوقت، وهو ربما النتيجة التي وصلنا إليها، على اعتبار أنه حتى من كان يؤيد الرئيس التونسي في قراراته الآن هو ضده، وحتى الاتحاد الشغل الذي مسك العصا من الوسط هو الآن ربما يميل إلى رفض النتائج التي وصلت إليها القرارات التي اتخذها سعيد. نعم أستاذ حكيم أبو غراران، هنا نتحدث عن الأحزاب السياسية في تونس، هناك من مشى مع قرارات قيس سعيد وتراجع مثل ما تحدث الأستاذ عبد الحق بن سعدي، أين موقعهم اليوم الأستاذ حكيم بغرارة من كل ما يحدث في هذا الظرف أو خلينا نقول في هذه الفترة العصيبة على تونس والشعب التونسي؟ وأعتقد أن الأحزاب التونسية هي التي تتحمل هذه الأزمة التي وصلت إليها تونس، لأن بالعودة إلى الدستور التونسي فهو يمنح نظام شبه برلماني، أي الكثير من السلطات يحددها البرلمان، ويبقى رئيس الجمهورية صلاحيته محددة في السياسة الخارجية وفي الدفاع الوطني، وبالتالي فكل الأزمات التي وصلت إليها تونس والتي فجرها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي اتهم فيها الأحزاب صراحة وقال لهم بأنهم أنتم تنكلون بالشعب التونسي
التونسي، وهذا كانعكاس لما يحدث في الاقتصاد التونسي المعروف بالاختراقات. فالكل يعلم بأن قطر وتركيا هم الذين سيطروا على الاقتصاد التونسي، وهناك اتفاقية منذ أكثر من 15 سنة، اتفاقية استراتيجية بين تركيا وتونس، والمطلع على حجم الفساد وبروز حركة النهضة من خلال رجال أعمال كتر يستوردون من تركيا وجعلوا تونس سوقا للسلع التركية، هذا من جهة. هناك اختراق إماراتي كذلك لتونس من خلال التركيز الإعلامي الرهيب جدا، حيث ألبوا حيث مشوا في طريق لتأليب يعني الرئيس التونسي على حركة النهضة. وأعتقد بأن خلفيات هذه الأزمة هو ضرب حركة النهضة في العمق وجعلها تتفكك وتتشتت وتضعف، لأن المتابع للأزمة التونسية بقيت فقط حركة النهضة هي في واجهة الأحزاب التي تعاني، بينما نشاهد ربما سكوت متواطئ من الكثير من الأحزاب السياسية حول ما يحدث في تونس لعلمها المسبق بخيوط الأزمة التونسية. وكان حتى الرئيس التونسي عندما صرح بأنه يتعرض للاغتيال وبأنه كان على علم بالاعتداءات على عبير موسي زعيمة الدستوري الحر، وبالتالي أعتقد بأن ما يحدث حاليا في تونس هو صراع دولي في تونس عبر الوكالة عن طريق الأحزاب أو عن طريق الرئاسة التونسية من خلال وعود بتقديم مساعدات اقتصادية لتجاوز هذه الأزمة، وبالتالي فقيس سعيد هو ينتقم من الأحزاب الذين عطلوا عليه إنشاء الحكومات ومحاولة اختراقها والتأثير عليها. وانت سبقتنا لطرح السؤال حول الصراع الذي يغذى في تونس من طرف جهات لها مصلحة فيما يحدث الآن في تونس. أستاذ عبد الرحمن مشريط، ربما التساؤل هنا عن صراع العصاب داخل تونس ومن يغذي هذا الصراع، سواء فيما يخص الفوارق الموجودة الآن بين تونسيين، هناك من يقول أن هناك قنوات إعلامية تغذي هذا الصراع، وهناك أجنحة لها مصلحة فيما يحدث في تونس. أستاذ عبد الرحمن، هو هذه الوضعية ليست جديدة، ولا يمكن أن نرجع هذه الوضعية إلى القرارات التي قام بها قيس سعيد. فيجب أن نفهم بأن تونس يعني لم تتمكن أن تكون جبهة موحدة أو أن تحقق أقصى حدود الانسجام فيما يخص عمل مختلف القوى السياسية والإعلامية وغيرها. هناك دائما كان هناك تجاذبات وصراعات وتمزق في الصف، وأعتقد بأن هذا الوضع موروث، وقيس سعيد يمكن أنه أحدى أو قام بهذا العمل الانقلابي من أجل الخروج من هذه الأزمة. ولكن بطبيعة الحال هذه العملية الانقلابية زادت من تأزيم الوضع، ولذلك فهناك موروث سياسي واقتصادي صعب جدا، وهذا كما قال الأخ منذ قليل يرجع إلى اختراقات كبيرة من طرف قوى أجنبية. وتونس بطبيعة الحال يعني هي على مسافة سنوات ضوئية بين ما كنا ننتظره منها بعد يعني الثورة التي قامت بها وما علقنا عليها من آمال إلى غير ذلك، ولكن سرعان ما فرض الأمر الواقع الاجتماعي والسياسي نفسه، ويعني تلاشت هذه الأحلام، تلاشت هذه الطموحات، وهذا يدل على أن العبء وأن الأزمة متجذرة وعميقة جدا، ويعني يجب البحث عن حلول يعني مرحلية، حلول نوعية. وهذا ما عبر عنه يعني الرئيس التونسي السابق عندما تكلم، يعني الرئيس الذي يعني كان قبل قيس سعيد عندما تكلم عن ضرورة الانتقال السلس، ضرورة الانتقال من خلال احترام المؤسسات الدستورية، المؤسسات القانونية، وعدم الدخول في مغامرات سياسية. ولذلك فأعتقد بأن ما قام به قيس سعيد زاد من يعني تأكيد الوضع وزاد من تعميق هذه الصراعات التي الآن كلها تحاول أن تعلق الخطأ على يعني الشماعة اللي هي قيس سعيد، وهو في الحقيقة سعيد لم يرث تونس مستقرة ولم يرث يعني منظومة سياسية واقتصادية مستقرة. لذلك فأعتقد بأن لا 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 حل إلا للرجوع إلى الشرعية، إلى عدم القفز، لأنه إذا نجح قيس سعيد بهذا الأسلوب
سيكون سابقة خطيرة في تاريخ تونس، وسيلجأ أي رئيس مستقبلي لهذا الأسلوب، يعتبر بأن الأسلوب الوحيد للنجاح في أي مشروع سياسي سيكون بإحداث انقلاب والقيام بهذه التجاوزات. ولذلك فحتى إذا كانت الغايات نبيلة الوسائل غير مقبولة، ولذلك فأعتقد بأن المشروع الذي يخطط له قيس سعيد مشروع خطير مستقبليا، حتى ولو كان له نتائج إيجابية فهو يعني المستقبل القريب أو البعيد خطير جدا، ويجب لهذه النماذج من المغامرات السياسية أن تتوقف نهائيا. جميل أستاذ عبد الرحمن بن شريط. أعود لك أستاذ عبد الحق بن سعدي، ربما نتساءل هنا عن الأدوار دور الاتحاد الأوروبي. هل خذ للاتحاد الأوروبي والأوروبيون قيس سعيد وتونس في هذه المرحلة بالذات، بما أن في السابق كان الحديث عن ديمقراطية حقيقية موجودة في تونس أستاذ؟ وفي الواقع يعني فيه امتعاض مما قام به الرئيس التونسي، خاصة وأنه هذا الحالة تحدث في تونس التي كان ينتظر منها أنها ديمقراطية ناشئة، عرضت كنموذج ولا كتجربة ناجحة في سياق تكريس الديمقراطية في العالم العربي. ولذلك ربما حتى ليس الاتحاد الأوروبي فقط، حتى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح هي تسير في اتجاه الضغط على الرئيس التونسي للإسراع في إنهاء هذا المسلسل، لأنه ليس في رغبتهم أن تأخذ تونس هذا المنحة وتسير في تجربة ديكتاتورية جديدة. التونسيون أعطوا مثال في كيفية الخروج منها وفي تقديم نموذج ديمقراطي جديد. لذلك أعتقد أنه الرئيس التونسي يعيش ربما نوع من العزلة داخليا وحتى خارجيا، وربما كثرة العمل الدبلوماسي والحضور وتنقل وفود رفيعة المستوى للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ربما هي محاولة لتنبيه الرئيس التونسي والضغط عليه لدفعه لربما تراجع عن المسعى الذي صار فيه، هو ضرورة الإسراع في إيجاد صيغة جديدة تعيد الحياة الديمقراطية للتونسيين، وخاصة ربما أنه فيه عدم اقتناع بالمبررات التي اعتمد عليها الرئيس التونسي، واتضح أنه الخطابات التي قدمها والإجراءات التي تبناها ربما أعطت صورة لنموذج ديكتاتوري أكثر منه نموذج ديمقراطي. سنتحدث عنه أستاذ عبد الحق بن سعدي فيما يخص النظام السياسي في تونس. نفس تساؤل أستاذ حكيم غرارة، القوى الغربية، نتحدث هنا عن أوروبا كذلك بالدرجة الأولى، بما أن هل خذلت أوروبا قيس سعيد أم تراجع الدور الأوروبي لما يحدث في تونس، أو مثل ما تحدث الأستاذ عبد الحق عن امتغاض من تصرفات الرئيس التونسي أو الإجراءات التي والقرارات التي قام بها؟ هو حقيقة الاتحاد الأوروبي أو العديد من الأطراف التي تؤثر من بعيد على الأزمة التونسية هم يحاولون إثارة الأزمات حتى يتمكنون من تسيير تلك الدول أو إخضاعها أو توجيهها وفقا للرؤى التي يريدونها، حتى يقدمون لك فيما بعد المساعدات والاستثمارات وكذا. ويعلم الجميع بأن الرئيس قيس سعيد خص فرنسا بزيارتين منذ اعتلائه قصر قرطاج، وبالتالي فالتوجه نحو فرنسا وحمل الكثير من المتظاهرين لافتات تطالب برفع فرنسا يدها عن تونس أو مغادرتها تونس، لأن حتى رؤساء أو مترشحين في الرئاسيات يعني أعلنوا بأنهم مزدوجي الجنسية ولهم جنسية فرنسية وتنازلوا عليها قبل فترة الانتخابات فقط. ووجود فرنسا في المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي الذي منح العديد من القروض والنادي الباريسي كذلك، نعم تمام، وبالتالي فهنا يظهر يعني التأثير الأوروبي وخاصة الفرنسي في بحكم كذلك الإرث التاريخي الاستعماري. فهذه التأثيرات أعتقد بأنها ماكرة من القوى الخارجية، فهي لا تريد أن تكون تونس قوية وبقرارات قوية، وبالتالي يعني هل تنتظر ربما الفرصة السانحة للتدخل بما ينفعها براغماتيا؟ لا، هم الذين أوصلوا تونس إلى هذه الأزمة، خاصة من خلال يعني تحريض الرئيس التونسي على
حركة النهضة ومحاولة الانتقام منها، لأنها أصبحت تهدد بشكل خطير يعني الإيديولوجيات كثيرة كانت منتشرة في تونس، وخاصة العلمانية التي لها امتداد كبير في أوروبا، وبالتالي فالقوى الخارجية تثير لك الأزمات وتتركك تتخبط دون أن تتدخل لمساعدتك على تجاوز هذه الأزمات، لأن في العلاقات الدولية حاليا تسير وتدار بالأزمات، ويبقى قدرة الدول داخليا على التصدي لهذه الأزمات هو أهم معيار أو أهم يعني ورقة لتجاوز هذه المرحلة، لأن الانتظار القوى الخارجية أو التأثير الخارجي سيزيد الطين بلة، وبالتالي قيس سعيد عليه أن يعود إلى المؤسسات التونسية من خلال حوار وتنازلات وتصالح على الأقل لتجاوز هذه الأزمة التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على استقرار تونس. جميل أستاذ حكيم بوغرر، إذن فصل إشاري ونعود لكم بعد ذلك، نواصل النقاش عن موضوع الملف التونسي لكن بعد هذا الفاصل.